وإذا تترقب أسواق المال وينتظر المستثمرون البيان الذي سيصدر بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي، حيث سيكشف هذا البيان توجهاته المستقبلية. كيف سيؤثر على أسواق المال الأمريكية؟ ما هي القطاعات أو الصناعات التي قد تكون الأكثر تأثرا بقرارات الفيدرالي؟ هذا ما سوف نناقشه مع ضيفنا من دبي الأستاذ هاني أبو عاقلة، خبير أسواق المال العالمية. إذا أستاذ هاني، دقائق ونعرف النتيجة، لكن التأثيرات ستستمر حتى الاجتماع المقبل في ربما أغسطس أو منتصف هذا العام على أي حال، فكيف ستكون هذه التأثيرات إن جاءت القرارات بالتثبيت أو بالخفض، والخفض الآن صار بعيد المنال حسب بعض التوقعات؟ السلام عليكم وشكرا على الاستضافة اليوم. أتوقع أن الخفض هو مسعر بنسبة كبيرة جدا، أكثر من 99% أتوقع الخفض، وأغلب أعضاء الفيدرالي يمكن صرحوا بذلك. أتوقع أن النتيجة الطبيعية الخفض. الإشارة فقط من جيروم باول، الحديث بتاع رئيس البنك المركزي الفيدرالي النص ساعة يأتي بعد القرار هو الأهم. هل سوف يفتح الباب ويجعله مواربا لخفضة أخرى هذا العام في 24 قبل نهايتها، وهي سنة انتخابات أمريكية؟ وهل سوف يلوح باحتمالية أن يلجأ إلى رفع الفائدة أو يلمح إلى احتمالية الارتفاع إلى فترة أطول من المتوقع؟ مع بداية السنة أتوقع أن الأسواق كانت متفائلة بصورة كبيرة جدا أن الفيدرالي احتمالية أن يخفض 6 إلى 7 خفضات هذه السنة، رغم أن المخطط لدى الفيدرالي كان يشير إلى 3 خفضات فقط، الدوت بلوت كما يقول عليه بالإنجليزي، ما هو ما زال إلى الآن يشير إلى 3 خفضات فقط. تدهورت هذه التوقعات من 6 خفضات إلى أن أصبح الآن الأسواق تتوقع خفضتين فقط في 24، وهي حتى الآن التسعيرات من الفيد ووتش والفيد سواب والفيد ووتش فيوتشرز جميع هذه تقريبا تسعر خفضة واحدة فقط، وهي في شهر ديسمبر في الربع الأخير من السنة. حتى في سبتمبر كان واضح لدينا بأنه احتمالية كبيرة أن يكون هناك خفض بنسبة 47%، انخفض الآن إلى مستويات 38%، وأصبح التثبيت حتى في سبتمبر واضح بصورة كبيرة. أتوقع أن خطاب جيروم باول وتلميحه، والأعضاء أغلبية الأعضاء حتى أشاروا في حديث سابق أنهم يميلون إلى تثبيت higher for longer، وأن يستقر أن تكون هناك خفضة واحدة بنبرة ممكن تكون متساهلة كما نقول عليها دوفش statement. طيب أستاذ هاني، سأشرك الآن ضيفنا من دبي أيضا أستاذ وليد الحلو، خبير أسواق المال. أستاذ وليد مرحبا بك، هل تتفق مع طرح أستاذ هاني؟ نحن ذاهبون إذن إلى تخفيض في أسعار الفائدة لأول مرة منذ 16 جلسة أو 16 اجتماعا. يمكن التوقعات الخاصة بالسوق بصورة كبيرة، خصوصا بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي وعلى رأسهم جيروم باول، التصريح الأخير اللي حتى يمكن ذكر فيه احتمالية لرفع الفائدة، ودي المرة الأولى للفيدرالي الأمريكي يتحدث بها بصورة كبيرة عن رفع الفائدة. اللي احنا بنشوفه دلوقتي بصورة كبيرة، حتى لو شلنا من الصورة توقعات الفيدرالي الأمريكي أو حتى تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي، عندنا يمكن الـ IMF صرحت بصورة كبيرة أن الفيدرالي الأمريكي المفروض ما يخفضش الفائدة إلا لما يتأكد من تراجع معدلات التضخم. فمن الأرقام اللي موجودة عندنا النهاردة، التوقعات بصورة كبيرة جدا لا تشير إلى أي تغيير في خفض الفائدة، بل وإحنا ممكن نشوف أيضا في المؤتمر الصحفي اللي موجود عندنا أن يمكن إشارات واضحة بالنسبة لصناع السياسة النقدية بأهمية أن إحنا يكون عندنا المزيد من الصبر خلال الفترة القادمة، ولو عايزين يخففوا الضغط على الأسواق أعتقد أن ساعتها هيكون دور QT لهذا الأمر. ولكن لو نتكلم على كل التوقعات اللي موجودة، لا يوجد توقعات بخفض الفايدة على الإطلاق. يعني حتى لو بصينا في عوائد السندات هي عند نفس المستويات اللي كانت موجودة عندها في نوفمبر، وحتى لو كان فيه، لو حتى رجعنا وفكرنا بعقلية شهر مارس الماضي، فمنتهى البساطة في تسعير لثلاث مرات خفض في الفايدة، الأولى كانت هتكون في شهر 6. فيمكن التوقعات النهاردة أن الفيدرالي الأمريكي يا إما هيخاطر مرة أخرى بأن هو ياخد نفس المقابلة اللي خدها في نوفمبر على أمل أن أرقام تتحسن، أو أن هو يبتدي أن هو يشدد بصورة كبيرة ليواجه شبح الركود أحسن ما يواجه شبح التضخم. طيب
أستاذ هاني، يعني ربما الصناديق السيادية الخارجية بعض الأسواق الناشئة استبقت أو بعدت بخطواتها وتفكيرها عن ما يقوم به الفيدرالي الأمريكي، وربما ركزت بعض الصناديق الخليجية الكبرى على اقتصادات محلية. هل تعتقد أن في هذا مؤشر ابتعاد ربما عن السندات الأمريكية، عن مخاطر رفع أو خفض أسعار الفائدة الأمريكية، أو ربما تنويع في تقوم به بعض الأسواق الناشئة الآن لتنويع مصادر الاستثمار فيها؟ هو التنويع أقرب، يعني تقريبا الأسهم الأمريكية مع كل الصعود اللي شفناها 5 شهور كاملة من الصعود، بدأ فقط الآن شهر أبريل بأن يكون هو انخفاض، الآن دخلنا شهر مايو، أتوقع أنها أصبحت بعض الأسهم باهظة الثمن إذا ما قارناها مثلا بالأسهم الأوروبية والأسهم الآسيوية. الآن في توجه كبير جدا في عمليات دعم للأسواق المحلية، شفنا كيف السوق السعودي تقريبا وصل إلى 3 تريليون، السوق الإمارات القريب من 1 تريليون، وتنويع في الاقتصاد والذهاب بعيدا عن الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد غير النفطي، ودعم الشركات وطرح شركات حكومية أكثر وأكثر محليا، وكذلك استقطاب لشركات عالمية وبيوت خبرة أن تكون مقرها الرئيسي في هذه الدول. أتوقع أنه توجه طبيعي جدا بأن هذه الصناديق هي صناديق لها فوائد كبيرة جدا. الصناديق أغلب الصناديق العربية قاربت على 1 تريليون، سواء صناديق الإمارات، صندوق الاستثمارات السعودي، وكذلك الصندوق الكويتي، كلهم قاربوا لل 1 تريليون، أموال كبيرة جدا يمكن فيها بدل انكشافية بصورة كبيرة جدا على السوق الأمريكي، ممكن تقريبا بدأ الآن يصحح، ولا يوجد جاذبية في كثير جدا من الأسهم. السندات وحيازتها أتوقع أن أغلب الدول هي مستقرة نوعا ما في حيازتها بزيادات بسيطة، كن نشوفها في بعض الأحيان في دول الخليج، ولكن في الغالب هو تنويع أكثر، الذهاب إلى السندات المحلية، إلى السندات إلى كذلك سندات آسيوية وسندات أوروبية، وكذلك تنويع الاحتياطيات بشكل عام. حتى بدأ الذهب يطرأ هنا، شفنا قطر زادت احتياطيها في الذهب، شفنا العراق، شفنا ليبيا، شفنا مصر كذلك قبل سنتين. كل هذه أتوقع أنه تنويع للاحتياطات وتنويع للاستثمارات أكثر من أن تكون دائما مصبة في السوق الأمريكي والسندات الأمريكية. طيب أستاذ وليد، يعني باقي الأسواق الناشئة خارج منطقة الخليج كيف يمكن أن تتعامل مع تباينات في أسعار الفائدة ما بين الولايات المتحدة والمركزي الأوروبي؟ الفترة الكبيرة اللي موجودة عندنا خلال فترة البوليسي دايفيرجنس أو اختلاف السياسة النقدية بالتأكيد هي بتضغط على الاقتصادات الناشئة، ولكن لو بصينا على نوعية التعامل اللي موجودة، الاقتصادات الناشئة ما بقتش يعني تشتغل زي زمان الشغل التأثير العام اللي موجود. يمكن احنا عندنا على حسب المنطقة هناك تحدي مختلف، يعني احنا لو اتكلمنا على الصين دلوقتي فيها نوع من انواع بتحاول ان هي تأخر التحفيز الاقتصادي اللي موجود عندها عشان لا يستهلك في هذه الفترة بصورة كبيرة، وشفنا ايضا مشتريات البنك المركزي وتدخله المختلف سواء اللي موجود عندنا في الأسواق. ولكن بالتأكيد بصورة عامة سياسة تشديدية معدلات فايدة مرتفعة بالتأكيد بيكون لها تأثير سلبي على كل الاقتصادات اللي موجودة بصورة كبيرة، وخصوصا ان احنا ما عندناش هذا التنويع الذي يقي من شر الدولار او يقي من شر الانكشاف على الدولار الامريكي. نحن لسنا يعني بعيدين جدا عن هذه المرحلة، ولكن في نوع من انواع محاولة تقليل الضرر وان صح هذا الامر، وده يمكن استكمالا لاول جزء. صندوق النقد الدولي يعني نصح الفيدرالي الامريكي بعدم خفض الفائدة، وفي نفس الوقت حذر من مخاطر الفوائد المرتفعة على الاقتصادات الناشئة، وده يمكن ده كان حاجة أبرز جانب موجود إنه يكون في تصريحين، واحد ينصح والتاني بيحذر من مغبة هذه النصيحة بصورة كبيرة. ولكن بالتأكيد في ظل فوائد مرتفعة يمكن الاقتصادات الناشئة قد تتضرر أكثر من الشركات الأمريكية اللي هي ممكن تتضرر من زيادة تكلفة الأموال في الاقتصاد. أستاذ أبو عقلة، اليوم أو ربما حتى الساعة الأسواق الأمريكية على تباينات وربما على اتجاه للانخفاض، خاصة مؤشري ستاندرد أند بورز والناسداك. تعتقد أنه في الساعات الأولى بعد قرار جيروم باول، بعد إعلان هذا القرار،
كيف ستكون تعاملات الأسواق؟ ربما التأثير الأكبر في الأسواق الأمريكية كان من أسهم الرقائق التي انخفضت وأثرت على المؤشرين، لكن هل لهذه القرارات تأثير ربما متوقع على أداء الأسواق الأمريكية وبالتالي الأوروبية وبالتالي الخليجية؟ أتوقع أنه هو طبعاً أكيد أسواق المنطقة تتبع بعض الأحيان الأسواق الأمريكية، وكذلك حتى الأسواق الآسيوية. شفنا انخفاضات أمس في الاس ام بي 500، وشهدنا اليوم انخفاضات في آسيا كذلك بالذات نيكاي الياباني. أتوقع أن التفاؤل كان كبير جداً في الأسواق بأن الفيدرالي سوف يخفض بوتيرة كبيرة جداً تسعير 6 و7 خفضات ثم تنتهي ب3 خفضات، والآن أصبحت خفضتين وخفضة واحدة فقط هي في الأفق. أتوقع أنها كان تفاؤل كبير في خفض الفيدرالي. شيء ثاني كذلك في الاي اي وثورة الاي اي الجديدة والتسعير المبكر لهذه الثورة في الأسهم، سواء أسهم الرقائق أو أسهم حتى الشركات اللي هي الشريك التجاري في الذكاء الاصطناعي مثل مايكروسوفت وميتا وامازون والفابت وغيرها من الشركات الكبيره. نتائج الشركات هذا الاسبوع يمكن والاسبوع الماضي لا تدعم هذه المؤشرات في الصعود الكبير. شفنا نتائج ايجابيه لاغلب هذه الشركات ما عدا يمكن نتفليكس وميتا وتسلا، ولكن بقيه الشركات الماك 7 وغيرها كان نتائج ايجابيه ولكن لم تدعم الاسهم للصعود الكبير، طبعا باستثناء الفابت اللي يمكن حقق $20 كاملا في الصعود. ولكن أتوقع أن الأسواق بعد 5 شهور متواصلة من الارتفاعات بدأ شهر كامل سوف تتحقق الكلمة بتاع sell in May and go away، بيع في شهر مايو واستلقي جانبا وانتظر السوق أن يصحح ويستمر في الهبوط. أتوقع كشكل فني هي هبوط قادم أكثر وأكثر على الأسهم الأمريكية، ويمكن أن تكون فرصة أخرى للدخول في بعض الشركات بأن تكون ليست باهظة الثمن، تكون أسعارها تقريبا في المتناول وتكون في منطقية الإيرادات والأرباح وهوامش الأرباح أكثر وأكثر. طيب أستاذ وليد، ما زال صناع السياسة النقدية الأمريكية يتوقعون 3 تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، أي كان قرار جيروم باول المقبل خلال الدقائق المقبلة، لكن هناك 3 تخفيضات مقبلة، ربما وتيرة الخفض في أسعار